أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالجهود المبذولة لدفع أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، وقد جاء ذلك خلال لقاء عقدة عقده مدبولي مع وزير البترول طارق الملا لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص عددا من ملفات العمل وكذا المشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول. كما اطمأن رئيس الوزراء خلال الاجتماع على توافر المنتجات البترولية المختلفة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية منصور الحامد لبحث تعزيز التعاون وفرص زيادة الاستثمارات للشركة الإماراتية في مصر. وأكد وزير البترول طارق الملا استعداد قطاع البترول لتعميق الشراكة مع الشركة الإماراتية التي تتطلع لضخ استثمارات جديدة في عدد من المجالات وتنويع استثماراتها في قطاع البترول، مشيرا إلى أن مجالات الطاقة والبترول والغاز أكبر داعم للتعاون المصري الإماراتي على الصعيد الاقتصادي. من جانبه أكد رئيس شركة مبادلة للبترول أن مصر دولة واعدة وزاخرة بالفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبترول والغاز، مضيفا أن الشركة تتطلع لزيادة ضخ استثماراتها في مصر، مؤكدا جاهزيتها للمشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة بهذا القطاع. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب أن الهيئة تقوم بتنظيم عدد كبير من اللقاءات والزيارات للمستثمرين الأجانب بشكل دوري، وذلك بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة أي تحديات عالمية. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري العماني بحضور ممثلي كبرى الشركات العمانية والمصرية وكذلك أعضاء غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان. وتتضمن زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة عمان زيارات ميدانية لعدد من المصانع بالمناطق الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر بهدف تعريف الوفد العماني بمزايا الاستثمار بالمناطق الاستثمارية والفرص المتاحة على أراضي مصر. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الرئيسية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع جماعي بضغط من مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. وأما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9866 نقطة وأغلق عند 9728 نقطة منخفضا بذلك بنسبة 41%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1854 نقطة وأغلق عند 1820 نقطة متراجعا بذلك بنسبة 1.82%. كما تراجع أيضا مؤشر EGX100 والذي فتح عند مستوى 2738 نقطة ليغلق عند مستوى 2693 نقطة منخفضا بنسبة 1.63%. سجلت بورصات الخليج انخفاضات حادة وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية في إطار سعيها لاحتواء التضخم إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي. وهبط مؤشر البورصة السعودية وهو الأكبر بالمنطقة بنسبة 4.4%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر من عام 2021 مع هبوط أغلب الأسهم ومنها سهم شركة النفط العملاقة أرامكو والذي هبط بنسبة 4%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لأميرة ومحمد إليكما. شكرا لك.